إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التطعيمات، جدول التطعيمات، وهي أول 6 شهور، الشهر السادس، تطعيمة الشهر السادس، وهي تطعيمة شلل الأطفال، الجرعة الثالثة. أيضا بعد هذه التطعيمة، وهي تطعيمة شلل الأطفال الجرعة الثالثة، تحصل تطعيمة أخرى وهي التطعيم الثلاثي، وهي التهاب الكبد الوبائي من فئة ب، وهي الجرعة الثالثة. أيضا الجرعة الثالثة من الهيموفليز الإنفلونزا من فئة ب، الجرعة الثالثة طبعا أيضا هذه يأخذها الطفل في الشهر السادس، ومن الضروري التأكد من الجرعات المحددة من قبل أخصائي التطعيم، وهو الذي يعطي هذه الجرع. ولا أنصح الأم بإعطاء الطفل أبدا أي جرعة في البيت. إلى هنا انتهى الدرس، إن شاء الله راح نتكلم في التطعيمات الأخرى في الدروس القادمة على حسب الشهور.